نبغى موقف لك يعني محرج حصل لك في الحياة، سواء مضحك ولا حزين. نبغى موقف لك حصل لك، وضحكوا العيال. موقف محرج. وقبل الموقف ابغى اسمع اقوى تحية، لاننا الان نحلق في الترند. الله 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 الله، هذا من الفوارع ولا قصور في الشيوخ. لا لا والله مني انا ومن جمهوري. كفو جمهورك، جمهورك كفو، جمهورك كفو، والله جمهورك كفو. لحظة 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 لحظة، والرماة تسقط. لا اصبر، احنا اهل عمان. لا عمان تسقط على مشاريع عمر. النوايف النوايف النوايف، حنا لين خلص منك نبات لازم نروح نبات. ها بشرك من عثمان امس ترند. جمهور مشاري عمر كفو، جمهور عمان كفو. عيشون النوايف عيشون. ايه كفو. زيدهم مشاريع البيت بعد. طيب الان حنا ترندين، ترند البزنس 73 وترند عبد الله الفريدي الحالي. عيش عبد الله الفريدي، عيش عيش جمهور عبد الله الفريدي، عيش يعيش جمهور عبد الله الفريدي، عيش. لكن اطالب جمهور عمان انهم يرسلون ترند عمان، لاني عارف اني معتني. اسمعوني اسمعوني عيش عثمان الجنيبي، عيش. لحظه لا، صل على رسول الله. ترند ثالث الان، عثمان الجنيبي من امس الى اليوم ترند. ايوه عيش عثمان الجنيبي، عيش. تستاهل عيش عثمان الجنيبي. طيب والله ان هاي الجمهور اللي ترفع لهم الطاقه. تستاهل، اقول لك امس انت ترند، انا شايفك والحين ترند، تستاهل. طيب ابو عمر، نبغى نسمع منك الموقف. الله يسعدك، عندك موقف طارئ؟ عندي موقف، انا اخاف ان اسلوبي يكون ماشي. لا لا لا، بالعكس ترك في وجهي. والله يا رجل ما ادري، انا بوقف لك الحين. شوف انت ركز معي، كان متحرهن يقسم بالله. لا عندي واحد من اخويا طال عمرك مرات قلط علي، تمام؟ كان ساكن معنا في النعريه ونقل الرجال للرياض وعود عليه. جاء بعد فتره عود على النعريه وقال اول مره يمشي في النعريه يعني غير بيته. امس عندي الرجال خوي وامون عليه، تمام؟ قمنا صلينا الفجر، عودنا من رقد الى 7 الى 8. انا بطلع اخلص شغله وبرجع، يعني يبغى لي 20 دقيقه نص ساعه بالكثير، ولا ودي انه يقوم من النوم ويستاحش ما يعين احد. وحنا مجلسنا برا ويعني بيمدي يروح يعني، بس اني خفت. اي بس اني خفت انه يستاحش وما يعين احد. واجي عنده من اللقافه، شوف اللقافه اللي الله يحرمنا منها. واجي عنده واخذ، قلت باخذ جواله عشان اذا قام من النوم يعني عشان لا يدق جواله ولا شيء وما يحصلني عنده. اي واجي عنده واخذ جواله، ما مداني اوصل الباب، افتح الباب ناظر لا الرجال قايم يوم سمع الباب. خوي يمون عليه ناظر فيني الا يوم يبي يشوف الساعه كم، يدور جواله يدور جواله، يوم يدور جواله الا وجهي بارد ماسك جواله واقف عند الباب. صدق 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 يضحك عثمان، بيض الله وجهك، شكرا انك علمني بهالشيء يا طول. فهذا يمكن اقوى موقف يعني انحرجت فيه من هذا الموقف، بس اني امون عليه وبعد عاد الى الحين عاد قد فاهم. جات المياه واخذتها منه يعني عشان لا يقوم. أي. والله عشان لا يقوم شوف المشكله في القفله، ترى المشكله في القفله، تمام؟ لا لا انا قاعد يدور يدور. لا لا والله يا مشاري هذه مقوله بيني بنفسي. الله ها، لا لا والله حلوه، والله حلوه. ما عليك ما عليك ما عليك، حلوه يا ابو عمر. ابو عمر والله والله السالفه حلوه، بس اذا تفتح سوم افتح سوم. شوف افتح سالفه عند اي